مجددا هنا من استاد الاسكندريه، ومعي في هذه اللحظات الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات باتحاد كره القدم. الحاج عامر بنرحب بيك، لكن المره دي احنا ضيوف عندك هنا في اسكندريه في استاد الاسكندريه، فسعداء بهذا اللقاء مع حضرتك. طبعا منورين ومشرفين، وبنبارك لايادي الشرطه النهارده، لكل رجال الشرطه الحقيقه اللي هم عاملين مجهود. ويمكن ما حدش واخد باله ان النهارده في عيد الشرطه ويوم 25 احنا بنلعب مباراه في كره القدم، فالحمد لله احنا بدانا نرجع للامور الطبيعيه بتاعتنا، لان كل الامور ديت وفي اسكندريه وجوه استاد اسكندريه مش في برج العرب، فالامور دي كلها الحمد لله بتدي يعني بوادر ومؤشرات ان احنا الحمد لله صبر لنا 5 سنين ان احنا بنرجع تاني، وكان عندنا طوله بال، والحمد لله ان استمرار الكوره بتخلي اللعيبه تحترف بره. عندنا كم عدد من المحترفين دلوقتي في الخارج، حاجه مشرفه جدا، وده كله راجع من الدوري الممتاز، ويمكن اللي احنا بنشوفه دلوقتي في العالم كله ان الانديه بتلعب تقريبا يومين والتالت على طول، كل الدول بتلعب الكلام دوت عشان خاطر في كاس عالم في شهر 6. عشان كده لما كنت بقول لما كان عندنا امم افريقيا وخسرت الموسم ان لازم يبقى في ضغط، واحنا امم افريقيا بتبقى كل سنتين مش كل 4، فبتعمل لنا مشاكل. الحمد لله ان الاتحاد الافريقي غير بطوله امم افريقيا بقت في شهر 7، وان شاء الله عقبال بعد سنتين هيغير برضه بطوله الانديه الافريقيه، بدل ما تبدا من شهر 2 وتخلص شهر 11، واللي بياخد البطل بيلعب كاس عالم الانديه في شهر 12، يعني بياخد 10 شهور في بطوله واحده. الحمد لله الاتحاد الافريقي بدا يعدل الكلام دوت، بيعمل مرحله انتقاليه لمده سنه ونص عشان نرجع تاني يبقى احنا زينا زي الاجنده الدوليه اللي ماشيه في العالم كله. طيب فرصه حضرتك معايا وعلى هامش مباراه الرجاء والاهلي، متى ينتهي الدوري بشكل رسمي قبل انطلاق المنتخب وتصفيات او مباريات كاس العالم؟ وهل هناك مباريات للاجنده الافريقيه بالنسبه للانديه خلال شهر ابريل او شهر مايو بخلاف دور ال 32، ولا المباريات الافريقيه كلها ستقام عقب مباريات كاس العالم، فبالتالي نعرف بالظبط من حضرتك موقف الدوري ونهايته امتى بالظبط وكاس مصر؟ يعني هو للاسف انا كنت عامل الاجنده كامله، وكنا هنخلص يوم 20/21/5 ان شاء الله، وده الميعاد القانوني والميعاد اللي محدده الاتحاد الدولي. انما طبعا الاتحاد الافريقي للاسف ان هو جاء قبل البطوله بشهر، يمكن الاسبوعين اللي فاتوا، وفي غير مواعيد الاياب في الدور التمهيدي اللي هيشارك فيه النادي المصري ونادي المقصه. كان المفروض الذهاب يوم 9/10/11، والعوده 16/17/18، جاء غير بقى خلى العوده يوم 19/20/3/4، فطبعا ده عمل لي مشكله في الجدول. برضه في شهر 3 عمل برضه نفس الموضوع في دور ال 32، وللاسف كمان اكتر ان هو زود مباراه في شهر 5، وهو عارف ان في كاس عالم، وكان المفروض ان في مباراه واحده في دور المجموعات في شهر 5، حط مباراه ثانيه. لا، عشان لما غير المباراه الرسميه او الاجنده الرسميه بتاعت مباراه النيجر اللي هي كانت في شهر 3، لما اعترضت الاتحادات اللي وصلت لكاس العالم على دي اخر اجنده قبل كاس العالم، فعايزين يستفيدوا بدل ما يستفيدوا من مباراه واحده رسميه ما يقدرش يعمل حاجه وديه معاها، انه يعمل كل دوله تعمل مباراتين، والاتحاد النيجيري قدم الكلام ده كله، والكابتن هاني طبعا ساعد في الكلام ده كله. انما لقينا للاسف راحوا عملوا مشكله بقى اكتر، ان هو حطوا مباراه ثانيه في شهر 5 بدور المجموعات، فبدل المباراه بقت مباراتين. ده هيستدعي ان انا بتأنى شويه لغايه ما اشوف ان شاء الله خلال اسبوع كده الجدول الجديد، ان انا لازم اضغط بقى عشان اقدر اعوض الفتره اللي هم اخذوها مني في دور المجموعات اللي هي في شهر 2. شكرا حاج عامر. اذا كما قال الحاج عامر حسين، خلال اسبوع بالكثير باذن الله هيتم تحديد الموعد النهائي والختامي لمباريات الدوري العام استعدادا للمرحله القادمه باذن الله.